طيب يا شباب، هنكمل النهارده على الكونفيدنس انترفال. اوكي طيب، فهناخد الكونفيدنس انترفال للبوبليشن مين. اوكي هنا بقى الحاله دي السيجما برضو النون، خدنا المره اللي فاتت لما السيجما تبقى النون بس السامبل سايز كبير، هنا السيجما النون والسامبل سايز يكون اي حاجه. تمام طيب، فلو انا عندي من اكس 1 لحد اكس ان ده راندوم سامبل واخدينها من نورمال ديستريبيوشن، تميز النون مين، طبعا المين النون والا انا مش محتاج اعمل له استيميت. تمام وكمان الفاريانس النون. اوكي طيب، بيبقى بنعرف الراندوم فاريبل ده اللي هو كابيتال تي ماشي اكس بار ماينس ميو على اس على روت ان. اوكي طيب، الاكس بار ده انت عارف طبعا ان هو راندوم فاريبل. تمام، لان انت لو خدت سامبل واحد تاني من سايز ان، واحد تاني خد سامبل من سايز ان وجيت حسبت السامبل مين، انت هتحسب حاجه غيره يعني زي ما اتفقنا. فاكس بار ده اكيد راندوم فاريبل ماشي. بنعرف بقى راندوم فاريبل تاني ليه علاقه بالاكس بار، بتطرح كونستنت وتقسم على كونستنت، تطرح المين وتقسم على اس على روت ان. طيب ده بقى بيبقى ليه تي ديستريبيوشن. اوكي with n minus 1 degrees of freedom. الدي ديستريبيوشن زي الايه؟ زي الزد ديستريبيوشن، ديستريبيوشن تاني يعني انت ما خدتوش قبل كده. اوكي برضو نفس الفكره بتاع النورمال ديستريبيوشن، ان بشكل البي دي اف انت مش هتعرف تحسب البروبابيلتي ان الايه التي من في جوه انترفال معين، لازم نستعمل تيبلز يعني. اوكي فالبروبابيلتي دينستي فانكشن بتاعت الدي ديستريبيوشن بتبقى بالشكل ده، اف اوف اكس جاما K بلس 1 على 2، انت عارف يعني الجاما يعني ايه صح كده؟ جاما فانكشن على روت باي K جاما K على 2 في 1 على اكس سكوير على K زائد 1 اول باور K بلس 1 على 2، وقيم الاكس من ناقص انفينيتي لانفينيتي. اوكي؟ طيب زي ما قلنا مش هيفرق معايا شكل البي دي اف دي يعني، لان انا في الاخر مش هانتجريت دي، امال هعمل ايه؟ هنستعمل تيبلز. اوكي ده شكل الايه البروبابيلتي دينستي فانكشن بتاع التي ديستريبيوشن. اوكي كل ما الكي هتقعد تزيد، تمام يعني ده عند الكي بواحد، ده عند الكي ب 10، ده عند الكي تروح لانفينيتي، لما الكي تروح لانفينيتي هتلاقي التي ديستريبيوشن زيه زي النورمال ديستريبيوشن، هي زي الستاندرد نورمال. عشان كده لما الان بتكبر ممكن استعمل نورمال، فاكرين المره اللي فاتت لما قلنا لو الان كبيره اقدر استعمل نورمال بدل التي؟ ليه؟ لان لما الديجري اوف فريدم بتزيد، تمام هتلاقي التي ديستريبيوشن بيروح للنورمال ديستريبيوشن. نعم الديجري اوف فريدم اللي جوه الديستريبيوشن ده، يعني الديستريبيوشن ده بيبقى ليه البارامتر اللي هو بتاع الديجري اوف فريدم. اوكي لو دي راحت لانفينيتي هتلاقي التي ديستريبيوشن ده يروح للزد ديستريبيوشن اللي هو الستاندرد نورمال ديستريبيوشن. اوكي طيب هنا بقى ايه شايف التي ديستريبيوشن بنجيب بقى البروبابيلتي ازاي؟ يعني لو انا عندي الاريا هنا الفا ده نسميه تي الفا وكي، فاكر المره اللي فاتت لما كنا بنقول ذات الفا او ذات الفا على الاثنين دي كانت معناها ايه؟ ان الاريا يمين الذات الفا ده، لما بقول ذات الفا معناها الاريا يمين الذات الفا بتساوي الفا، يعني بروبابيلتي ان راندوم فاريبل كابيتال ذات ده اكبر من ذات الفا بتساوي الفا. تمام هنا نفس الكلام، لما اجي اقول تي الفا بس اقول الفا وكي ماشي، عشان كل كي هيديني رسمه غير الثانيه وديستريبيوشن غير الثانيه. اوكي فلما اقول تي الفا وكي معناها ان البروبابيلتي ان الراندوم فاريبل يبقى اكبر من الفاليو دي، البروبابيلتي دي تساوي كام؟ الفا. اوكي طيب تي 1 ماينس الفا وكي يبقى يمينه هيبقى كام؟ 1 ماينس الفا وبالتالي هيبقى شماله كام؟ الفا. هو طبعا الاريا كلها بكام؟ بواحد، فلو الاريا اليمين واحد ناقص الفا هتلاقي بالتبعيه الاريا اللي شماله هتبقى كام؟ الفا، ودي بتساوي ماينس تي الفا وكي. اوكي؟ طيب يعني هنا بندي مثال ازاي بتستعمل تي ديستريبيوشن. لو انت عايز تجيب بروبابيلتي ان الراندوم فاريبل اكبر من تي 0.05 و10، البروبابيلتي دي طبعا هتساوي كام؟ 0.05 لان الاريا اللي يمينه 0.05. الفكره بقى انت عايز تجيب التي المقابله. اوكي هتجيب التي المقابله ازاي؟ تعال نشوف التيبل اهو، ده تي ديستريبيوشن. اوكي
بص هي الرسمه اهي. هنا بقى عندك الراس ده، الخط الراسي ده كده ها بيعبر عن الديجري اوف فريدم. طب والافقي بيعبر عن الالفاظ دي. تمام، انت عايز تي كام؟ فنروح على 0.05. يبقى انا اذا معايا العمود ده اللي هو العمود الكام؟ التالت. يبقى انا ماليش دعوه بالاعمده الثانيه. ماشي؟ مش زي في النورمال ديستريبيوشن عمال بتقعد تتحرك يمين وشمال وفوق وتحت، لا، هنا انا عندي الفا معينه، يبقى ركز في العمود ده وانسى الاعمده الثانيه. كانك ممكن مثلا تعمل بمسطره ولا حاجه ولا بالكالكيوليتر بتاعتك تخبي ده وده وتبقى عارف ان انت شغال في العمود الثالث. طيب الديجري اوف فريدم كانت كام؟ يبقى انا عندي الرقم ده 1.812. اوكي؟ ايوه بس هي اسمها تي بقى. اوكي؟ يبقى دي تي 0.05 و 10. تي الفا و 10. اتفضل. يا فندم؟ بيدينا يعني هنا الالفا دي بتعبر عن الاريا اليمين فقط. مش زي التاني بقى كان بيعبر عن ايه؟ الاريا الشمال. لما دكتور الارقام كلها بتاعت التي بتبقى واخده فئه معينه غير غير الجدول التاني. بمعنى؟ هو انا بنجيب تي لالفاظ وتجري فريدم معينه. يعني الديجري اوف فريدم موجوده ماشي من واحده لحد لا لا ده الديجري اوف فريدم اللي موجوده والالفاظ معينه، يعني ما اقدرش اجيبها لاي الفا. يعني قصدي حضرتك بقى المسائل اللي بتبقى جايه طبعا هجيب لك ممكن اروح اعمل لك ايه بقى؟ اديك حته من الجدول. عشان ممكن اديك حته بس من الجدول، يعني انا ممكن مثلا يعني مثلا اروح مدي لك العشر صفوف الاولانيين دول. اقطع لك الجدول ده واديك الحته دي. طالما انا مش محتاج دول. او ممكن ادي لك لحد 20 وتكون انت محتاج ال 10، يعني مش معنى ان انا اديتك لحد 10 يبقى انت اكيد هتستعمل الصف العاشر. انا قصدي لو انا مثلا التي سمول دي تمام جات لي قيمه مش موجوده في تقصد الالفا. الالفا لا لا لازم تجي لك حاجه موجوده. ما بنعملش انتربوليشن. لا 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 هتجي لك حاجه موجوده، اوكي؟ فانا هجيب لك يعني هجيب لك جزء من الجدول. يكون يحتوي على الالفا وتجري في نظام اللي انت محتاجه، وطبعا يحتوي على حاجات تانية عشان انت بقى تختار القيمه اللي انت شايفها مناسبه. واضح كده؟ تلاحظ ايه بقى كل ما تجري في نظام عماله بتزيد. بص اللي بيحصل، يعني بص هنا من الصف الاول للتاني في تغيير ولا لا؟ عند اي قيمه للالفا؟ في تغيير يعني significant صح؟ من الصف الثاني للثالث يبدا التغيير يقل. بص عند اي قيمه للالفا تعجبك، يعني بص على الصف كله كده، قارن الصف بالصف هتلاقي من 2 ل 3 قل، من 3 ل 4 قل، تيجي من 9 ل 10 قلت شويه، هو لسه برضه تغيير يعني ايه سيجنيفيكانت، ما اقدرش اخد دي بدل دي. لسه يعتبر ده رقم يعني في فرق يعني، بس اقل من الفرق اللي كان هنا، يعني شوف هنا 6.3 2.9، لكن هنا كام؟ من 1.83 ل 1.81، 1.833 ل 1.812. طب تنزل تحت وتحت. بص بقى من 19 ل 20. بص بقى عند من 19 من 29 ل 30 شايف؟ طب بص بقى هنا 1.708 قاعد يقل يقل يقل. تلاقي بقى هنا خلاص تقريبا ثبت. اوكي؟ وحتى بيقول لك بقى عند الانفينيتي بقى يعني هنا بقى بيعمل ستيب اكبر. ليه بيعمل ستيب اكبر؟ عشان خاطر التغيير قليل بدل ما يقعد يقول لك 50 و51 و52. فاللي خلى هنا من 60 ل 70 شايف؟ مع ان المفروض 10. اوكي؟ هتيجي بقى لو رحت للنورمال ديستريبيوشن هتلاقي بقى بيساوي الارقام اللي تحت دي اللي عند الانفينيتي. حتى شايف بيقول لك التي لما تجري فريتون بتروح لانفينيتي عند الفا على 2 زي ذات الفا على 2. يعني مثلا لو تفتكر ذات 0.05 ولا 0.025 اللي احنا خدناها كذا مره 0.025 كانت كام؟ طب تعال نشوف هنا 0.025. بص شايف التي كام اهو كل ما عمال بتزود اهو.
تخين ده مش ثابته المره دي. ممكن استخدام ايه؟ ممكن استخدام الثالث. بس انا هي الستانز نفسها ممكن استخدام اه الكاميرا معلش بيسجل يعني. طيب بص بقى ها احنا عند بوينت 25 شايف هنا عند ال 21 قربت من 1.96 اللي انت حافظها دي. انت حافظها طبعا مش مطالب تحفظها يعني من كتر حل المسائل اللي هم حافظها. طب هنا شايف 2 2 2 قربنا اهو ال 1.96 اهو شايف عند ال 100 بقت كام؟ شوف عند الانفينيتي بقت 1.96. شوف لو ال ان بقى مثلا ده اللي احنا كنا بنقولها ال ان ب 40 يعني ابروكسيميتلي ممكن ناخدها بدل الايه؟ الثانيه يعني ابروكسيميشن كويس. لكن لو ال ان صغيره لا الفرق هيبقى كبير. شايف حاله الان صغيره الفرق عن 1.96 كبير. ما هو ده كانه يقابل الكونفيدنس ليفل يعني اللي هي يعني بص دي دي كانت قصاد الكام؟ البوينت 025 اللي هي 0.025 25000 هنا و25000 هنا مجموعهم كام؟ 50000 اللي هي 5% فتقابل ان اللي جوه 95%. فعشان كده بقول لك ان ده يقابل الكونفيدنس ليفل كام؟ تمام؟ عشان كده ده يقابل ده. اتفضل. احنا قلنا المره اللي فاتت نعتبرها من اول ان اكبر من او يساوي 30. بس ممكن بقى تبص تلاقي ريفرنس واخدها من اول ال 40 ريفرنس واخدها هو ده بس ده مجرد ابروكسيميشن هو الاصح التي بس يعني لو الان كبرت بتبقى ده زي ده فك ابروكسيميشن بنروح للذات بس لكن احنا ناخدها معانا احنا بقى لحد من اول ان اكبر من او يساوي 30 نعتبر ان كبيره. واضح يا شباب؟ طيب هنا بقى كنا بنقول ايه استعمال التي طيب هنا probability ان الكابيتال تي يكون من ماينس تي الفا على الاثنين وان ناقص واحد لتي الفا على الاثنين وان ناقص واحد احنا عارفين هتبقى كام؟ 1 ماينس الفا لان هيبقى في هنا يمين الفا على الاثنين وهنا ايه شمال الفا على الاثنين يبقى ايه اللي في النص 1 ماينس الفا اللي هي تجري اوف فريدوم يعني احنا بناخد تجري اوف فريدوم ان ماينس 1 يعني ان بنطرح منها واحد. طيب احنا كنا قلنا ان اكس بار ماينس ميو على اس على روت ان كنا قلنا ده تي الفا على 2 وان ماينس 1. خلي بالك انا مش بقسم الرقم على الاثنين ده الفا على الاثنين ده سبسكريبت يعني هتبقى تي 0.025 مثلا و10 مثلا تمام يعني ده رقم وده رقم الرقمين دول سبسكريبت للتي لكن مش بقسم الرقم على الاثنين تمام فالاريا دي الفا على الاثنين والاريا دي الفا على الاثنين الاريا اللي في النص دي قلنا ان هي كام؟ 1 ماينس الفا فعشان كده بروبابيلتي ان الراندوم فاريبل تي تمام من ماينس تي الفا على الاثنين وان ناقص واحد تي الفا على الاثنين وان ناقص واحد الكلام ده واحد ناقص الفا ده يعني الكلام ده يعني خاص بايه بالتي ديستريبيوشن عامه مش عشان خاطر احنا بنجيب الكونفيدنس انترفال يعني لو بتكلم على تي ديستريبيوشن بجيب بروبابيلتي ان الكابيتال تي من كذا لكذا يطلع وان ماينس الفا سواء انا بجيب كونفيدنس انترفال او بستعمل تي ديستريبيوشن عامه ما هو ده ديستريبيوشن زي النورمال ديستريبيوشن والاكسبوننشال ديستريبيوشن. اوكي طيب واحنا كنا قلنا ان الراندوم فاريبل اكس بار ماينس ميو على اس على روت ان هيبقى ليه تي ديستريبيوشن وبالتالي ممكن برضه اقول ايه اكتب نفس الكلام بس بدل التي اكتب مين ويطلع لي 1 ماينس الفا ده اللي هو السطر الثاني. اوكي طيب ما انا ممكن بقى اضرب البوث سايدز في اس على روت ان يطلع لي هنا اس على روت ان وهنا اس على روت ان. اوكي واطرح اكس بار واضرب في نيجاتيف في الاخر هيوصل لي دي. ثواني احنا ضربنا على اس على روت
ما انا عايز اجيب اكس ميو لوحدها عشان اقول بروبابيلتي الميو من كذا لكذا. تمام؟ فضربنا في اس على روت ان، تلاقي هنا اس على روت ان وهنا اس على روت ان. اوكي؟ وبعد كده عملنا ايه؟ طرحنا اكس بار وطلبنا في نيجاتيف، فهتلاقي دي كانت هنا ودي كانت هنا. ما انت لما تضرب في نيجاتيف الانيكواليتي هتتغير، فهتظبط انها تبقى كده زي ما عملناها في بتاعه الزت. فاهمينها؟ طيب ومنها بقى نوصل لدي اللي هي كونفيدنس انترفال. تمام؟ بتاعه الميو دي كونفيدنس انترفال بتاعه الميو، بس دي في حاله ايه؟ ان السيجما انون. تمام؟ والان هنا ايه؟ رقم صغير اصغر من 30. هستعمل دي. تمام؟ كل ما الان ما تكبر، كل ما تي الفا على 2 وان ناقص 1 تبقى هي كانها ذات الفا على 2. اوكي؟ واضح يا شباب؟ ها هنا احنا بناخد الايه؟ الراندوم سامبل من نورمال ديستريبيوشن. بس ايه الفرق اللي عن قبل كده؟ ان السيجما انون. فطالما السيجما انون بدل ما استعمل السيجما كابروكسيميشن ليها بستعمل مين؟ الاس. طب الاس دي هجيبها ازاي؟ ممكن انت تحسبها من السامبل، او ممكن انا اديها لك على اساس بدل ما تقعد تضيع وقت في حسابها. لكن كل ما الان كانت صغيره ممكن اسيبك تحسبها، ما هي تبقى صغيره بقى مش هتاخد منك وقت كتير. واتفقنا ممكن تجيبها من على الكالكوليتور بالطريقه اللي قلت لك عليها. ماشي؟ سواء تستعمل قانون او ايه تجيبها من على الكالكوليتور عشان توفر فيها وقت. السيجما بتاعت البوبليشن. اه لكن الاس دي بتاعت السامبل. هنا السيجما انون. لو عندي سيجما استعمل ذات. انما لو اس على حسب ال بالظبط. هو لو ان كبيره ده خلينا نستعمل الذات اصلا، كل ما ان ما تكبر ده هيوجهني للذات مبدئيا. لو ان صغيره وهي جايه من نورمال ديستريبيوشن يبقى اقدر استعمل الذات. يعني مفترض ان نستعمل التي. اوكي؟ بس هي لو السيجما التي بالذات، لو الاس لو السيجما انون. يعني دايما هفكر في التي، ايه اللي هيخليني افكر في التي؟ ان السيجما تكون انون. اوكي؟ طيب هنا مديني الداتا دي. هنا الان ب 22 والسيجما انون، هتحسب انت الاس بقى بدل السيجما وتحسب الاكس بار زي ما قلت لك. تقدر تدخله مع الكالكوليتور وتحسب الاكس بار والاس من الكالكوليتور على طول. اوكي؟ طلعت الاكس بار 13.71 والاس 3.55. اوكي؟ عايزين هنا 95% كونفتنس انترفال. الان هنا كام؟ ب 22، يبقى هنا ناقص 1 ب 21. اوكي؟ فهتقول بقى ان الميو، هتطبق الرول اكس بار ماينس سي الفا على 2 وان ناقص 1 في اس على روت ان. تمام؟ الاكس بار خلاص جبتها. الاس كنا قلنا انها 3.55 بعد ما تحسبها. روت ان اللي هي روت 22. طب تعالى نشوف ده هنحسبه ازاي. احنا عندنا الالفا بكام؟ 0.025 عشان 95% بالفا على 2 0.025. تمام؟ وانا ناقص 1 21. يبقى احنا مبدئيا هنشتغل على انهي عمود؟ العمود ده. ماشي؟ بس وتحسب بقى ده وده ويطلع لك الميو من 12.14 و 15.28. واضح كده يا شباب؟ سهل الكلام ده؟ حسبنا الاس ازاي؟ فاكر القانون اللي هو كان 1 على ان ناقص 1 في سمشن اكس ماينس اكس بار سكوير؟ قانون؟ لا السيجما، لو انا بجيب السيجما بقسم على ان الاس. احنا ما قلناش ساعتها قانون السيجما، يعني ان احنا اعتبرنا ان احنا هنتعامل كله مع السامبل مش مع الموبليشن. لو انا بجيب السيجما هقسم على ان ان ماينس 1، وتقدر تجيبها من على الكالكوليتور زي ما قلنا. فعارفين بتجيبها ازاي من على الكالكوليتور؟ ها؟ لا ما انا ما اقصدش انك تقعد تجمع وانك تدخل الداتا وهي تطلعها لك على طول. قلناها قبل كده صح؟ ماشي؟ تقدر تدخل الداتا وتجيبها بدل ما تقعد تعوض وتبقى الاكسبشن عندك كبير. بس طبعا وانت بتدخل الداتا تركز بقى انك تدخلهم صح
عشان اي غلطه يطلع لك الحسبه غلط. هو لو غلطه بسيطه هتلاقي يطلع قريب، لكن كل ما الغلطات تكثر كل ما هتبعد يعني. اوكي بس ده يخلي الباقيين ما يبانوش، او ساعتها يبقى نعمل سكيب ونرجع لهم. يعني انت لو عملت كنترول اتش ولا كنترول ال تقريبا، كنترول ال كنترول اتش ايه؟ كنترول اتش دي بتشيل الحاجات اللي على جنب، كنترول ال هي اللي بتعمل فول سكرين. ماشي، لكن احنا نعمل كده ونعمل كنترول اتش. تمام كويس. طيب هنا بقى ده كونفيدنس انترفال للايه؟ للفارينس. اوكي، فهنا بنقول لو الاكس 1 واكس 2 لحد اكس ان راندوم سامبل من نورمال ديستريبيوشن بمين ميو وفارينس سيجما سكوير. اوكي طيب، وهياخد بقى ايه الاس سكوير ده السامبل فارينس. ماشي، فهنلاقي الراندوم فاريبل ده اللي هو عباره عن ايه؟ الاس سكوير هتضربه في انه ناقص واحد وتقسم على سيجما سكوير. تمام، ده بيبقى ليه ديستريبيوشن اسمه قاي سكوير ديستريبيوشن. قاي سكوير اسمه كده. اوكي طيب، وده برضو بيبقى ليه ديجري اوف فريدم. ها هنا ديجري اوف فريدم انه ماينس واحد. اوكي، ده الايه البروبابيلتي دينسيتي فانكشن. برضو ما تقلقش فيها جداول عشان انتجريت. يعني هي معقده، كويس انها معقده قوي لدرجه ان مش هينفع الانتجريت، فبدل ما انتجريت بنستعمل جدول. انا ممكن في الامتحان ما اديلكش قاي سكوير لو انا مش محتاج، يعني ما سالتش عليه، مش لازم اديك التيبل بتاعه. ماشي، او ممكن ما اديلكش التيبل بتاع التي ديستريبيوشن حسب انا ايه يعني، لو في حاجه مش هسال مش لازم اجيبها، او اجيب جزء من التيبل. يعني دلوقتي واخد لحد دلوقتي كام تيبل؟ ثلاثة، الزت والتي والقاي سكوير. ممكن ادي لك التلاتة او اديك اتنين بس، وممكن اللي اديهم لك اديك اجزاء منهم او كلهم. ماشي، المهم انك بتعرف تتعامل مع التيبل يعني وقت الايه اللزوم. ماشي، هنا طريقه القاي سكوير هتلاقيها شبه التي. يعني لو احنا فتحنا القاي سكوير هتلاقي اهو الحته اللي يعني بس مش سيمتريك. ده ما فيهوش سيمتري. تمام؟ طيب، فالحته اللي على اليمين هي برضو اللي هي الالفا. اوكي؟ وعندك هنا برضو الديجري اوف فريدم والاكس، ها؟ ومدي لك بقى ايه؟ الحته اللي على اليمين، هتلاقي هنا بقى ايه؟ في فاليوز كتيره. في 0.995 و0.04، لان هو بالسيمتريك. فلازم ايه؟ عشان تعرف تجيبها من الناحيتين. يعني انت هتجيب دي ودي بالزي في التي ديستريبيوشن، بتجيب تي الفا على الاثنين وهنا والثانيه تضربها في نيجاتيف. تمام؟ لا ما فيهوش تماثل، متماثل حوالين اي نقطه، فعشان كده ما ينفعش تجيب واحده والثانيه تبقى زيها وتضرب في نيجاتيف ولا حاجه يعني. ايه هو حتى بادئ من زيرو اصلا. اوكي نفس اللي فات. يعني انت مثلا عايز تجيب كاي سكوير اوكي عند الفا معينه وليكن زي اللي فاتت، وان بكام؟ اختاروا انتوا اي ان. ياخد ان ايه؟ 5. يبقى انا ناقص 1 4 مثلا. تروح عامل ايه؟ اهو يبقى انا في كاي سكوير ده. وانت اوتو 5 صح؟ اهو شوف انت عند انهي ان؟ 4. يبقى تاخد دي بس زي ما بتعملها في التي. اوكي؟ بس هنا هتلاقي نفسك محتاج التانية بقى كمان اللي هي 1 ماينس الفا اللي هي تبقى كام؟ بالظبط، تي الفا على الاثنين وتي 1 ماينس الفا على الاثنين. التانية تي عند 1 ماينس الفا على الاثنين طبعا، وان ناقص 1 يعني، تي عند 1 ماينس الفا على الاثنين كنا بنقول زي تي الفا على الاثنين بس نضربها في النيجاتيف، هنا لا. ما انت هتروح حاطط القيمه دي وتعوض في القانون، وهتبقى برضو السيجما سكوير من كذا لكذا. تعال نكملها عشان تبقى فاهم. بص اهو القاي سكوير هيبقى البروبابيلتي ان القاي سكوير من
واحد ناقص الفا على الاثنين وان ناقص واحد، ها واحد والفا على الاثنين وان ناقص واحد يبقى كام؟ واحد ناقص الفا، تمام؟ لان دي الاريا اليمين بتاعتها واحد ناقص الفا على الاثنين، ودي الاريا اليمين بتاعتها كام؟ الفا على الاثنين، انت متخيلها؟ يعني لما اجي اقول كده واحد ناقص الفا على الاثنين ماشي، وهنا ناقص واحد، وهنا يمين دي الاريا كام؟ ويمين دي واحد ناقص الفا على الاثنين، يعني كل دي واحد ناقص الفا على الاثنين، يعني الشمال واحد الفا على الاثنين، يبقى اللي في النص كام؟ سوري هو بالسيمتريك، تمام؟ بس يعني انا رسمه شبه سيمتريك، بس يعني بنفس طريقه الحساب، يعني هو المفروض ايه ما يبقاش شكله سيمتريك. هو فين البتاع اللي بنمسح بيها؟ بص يعني انت مش رسمه سيمتريك، انا ما اقصدش هنا السيمتريه، اقصد ايه خليها كده مثلا اهو ده مش متماسك، اوكي بالظبط. الحته دي الفا على الاثنين ودي الفا على الاثنين، والحته اللي في النص دي واحد ناقص الفا. التاني كده، ومين قال انها بتساوي؟ واللي فاتت ما كانش بتساوي، كان بتساوي النيجاتيف بتاعتها، لكن هنا مش بتساوي ولا بتساوي النيجاتيف بتاعتها، هو كل القايمه هنا اصلا مصطفى. اوكي يعني هنا كنت بجيب القيمه دي ومش محتاجه اشوف دي، لان هي النيجاتيف بتاعتها، لكن هنا بقى لازم اجيبها. اوكي طيب، فهنا اكس سكوير هنشيلها ونكتب ايه؟ ان ناقص واحد اس سكوير على سيجما سكوير. برضو السطر الاولاني اللي مكتوب ده بتاع اي قاي سكوير ماشي، يعني بروبابيلتي ان اكس سكوير تكون من الرقم ده للرقم ده، طبعا ممكن احط ايكوال او لا لان ده كونتينوس. البروبابيلتي دي كام؟ واحد ناقص الفا. ده الكلام ده عامه للقاي سكوير ايا كانت بتستعمله في ايه. طيب احنا بقى دلوقتي قلنا ان الديستريبيوشن بتاع ان ناقص واحد في اس سكوير على سيجما سكوير بيطلع قاي سكوير، فاقدر اكتب ده بدل الاكس سكوير، تمام؟ وبنفس الطريقه بقى يعني هتحاول تجيب ايه الفاليو بتاعت السيجما سكوير، تقلب وتضرب في هنا ناقص واحد والكلام ده كله، في الاخر هتوصل لايه؟ لان السيجما سكوير من كام لكام؟ ان ناقص واحد في اس سكوير على اكس سكوير على الفا على اتنين ان ناقص واحد، وهنا نفس الكلام بس ايه؟ واحد ناقص الفا على اتنين وان ناقص واحد، يعني النيميريتور هنا زي هنا ان ناقص واحد في اس سكوير. الدينيميريتور بيختلف، هنا اكس سكوير بتاع الفا على اتنين وان ناقص واحد، وهنا اكس سكوير واحد ناقص الفا على اتنين وان ناقص واحد. اوكي؟ البروبابيلتي بتاعت الكلام ده واحد ناقص الفا، وبالتالي الكونفدنس انترفال بتاعت السيجما سكوير هتبقى من ده لده. تمام؟ لو انت عايز بتاعت الستاندرد ديفيشن السيجما هنعمل السكوير روت للليمتس. اوكي؟ طيب ده بقى لو هنجيب لور ليمت وابر ليمت زي ما بتجيبها، وقلنا تقدر تحفظها بسهوله ازاي؟ تشوف ناحيه واحده وبدل ما هي الفا تخليها على الاثنين تخليها الفا. يعني هنا مثلا انا عايز اقول سيجما سكوير اكبر من حاجه، يبقى هشيل ده وده بدل ما انا كاتبه كده اشيل على الاثنين دي اخليها الفا عشان الاليه تبقى الفا بدل ما هي الفا على الاثنين، تمام؟ طيب انا عايز اكتب سيجما سكوير اقل من حاجه، اشيل الفا على الاثنين دي اخليها الفا بس. فانت لو حفظت ده تقدر تحفظ بتاع الابر واللور ليمت، دول بقى انا مش هديهم لك، دول تبقى حافظهم، دول سهلين، كل الكونفدنس انتر سهلين. مش لا اصل هي اصلا تعويض مباشر، هي العمليه بسيطه.
كانت موجوده في فورمولا شيت كنت شفتها. بس اصل انا هديك فورمولا شيت لكل الديستريبيوشنز وهديك التيبلز. طيب نعم لا ده مش ملوش علاقه بالديستريبيوشن ده كونفيدنس انترفال. انت عندك والكونفيدنس انترفال بتاع اللي فاتوا مش كانوا سالين اكيد انتوا حفظتوهم. تمام. طب وبتاعه التي هي هي بدل الذات بقت تي يعني هو ده بس اللي مختلفه. تهيالي مش صعب انا تحفظ يعني ده تحفظوها بقى وخلاص بسيطه. اوكي اهو حتى انت اهو نفسك من حفظك لده رحت لقيتك بتجيب ده على طول من غير ما اقولك خلاص بقيتوا انتوا عارفين الفكره. طيب هنا بقى ايه؟ قال لك عندك راندوم سامبل فيها 20 اوكي 20 بوتلز اوكي مش عايزين نجيب الكونفيدنس انترفال يعني بتاع سيجما سكوير ماشي وتيجي الاس سكوير يديها لك جاهزه بقى اس سكوير 0.0153 ماشي الان ب 20 يعني ان ناقص 1 هتبقى 19 تمام. قال لك هات ايه 95% ابر كونفيدنس انترفال طالما ابر يبقى سيجما سكوير اقل عشان ده يبقى ابر باوند تمام. فسيجما سكوير اقل من كام؟ ان ناقص 1 في اس سكوير اكس سكوير عند كام بقى؟ 1 ناقص الفا الالفا اللي هي 0.05 يبقى 1 ناقص الفا 0.95 تمام؟ وان ناقص 1 19 ان ناقص 1 هتكتب 19 اس سكوير اهي تعال نجيب الكاي سكوير دي نشوف هنجيبها ازاي. احنا في العمود ده صح؟ عن 19 يبقى 10.11 7 تطلع سيجما سكوير اقل من ده يبقى لو انت عايز تجيب بقى كونفيدنس انترفال على السيجما هتاخد سكوير روت تطلع سيجما اقل من كام؟ 0.17 واضح؟ سهلة؟ طيب هنا بقى نجيب هنتكلم على البروبوشن. البروبوشن اللي هي ايه؟ النسبة يعني مثلا احنا كنا قبل كده اتكلمنا عن الافرج الافرج بتاع الجريتس ماشي بس الجريتس دي الدرجات دي ممكن في الاخر نحولها لان شويه جايبين امتياز شويه جايبين شويه جايبين جيد ماشي فالدرجات بتقول متوسط الدرجات لكن لو هنقول اللي جايبين امتياز بنقول احسن ايه نسبه اللي جايبين امتياز مثلا نسبه اللي جايبين جيد جدا ونسبه الناجحين مش متوسط الدرجات ها لا نسبه الناجحين فهنا يبقى كل واحد هيبقى ايه يا ترو يا فولس يا وان يا زيرو تمام. نسبة الناجحين لما نقول 70% يعني 70% من التوتال ناجحين يعني لو 200 يبقى 70% اللي هو 140 يعني اوكي. فاحنا دلوقتي بنتكلم على البروبوشن تمام. طيب بوينت استيميت للبروبوشن ماشي لو انت عندك سامبل فيها ان سايز ان سمول كبوينت استيميت ممكن تقول ايه؟ تشوف كم واحد محقق ها الحاجه اللي انت بتقول عليها سواء النجاح او الامتياز او وتقسم على العدد يعني لو انت عندك 20 ماشي وانت بتجيب البروبوشن بتاع الاي سكسس هتشوف كم واحد نجح لو مثلا من ال 20 نجح 15 يبقى هتقول بقى نسبتهم كام 15 على 20 15 على 20 دي كده بوينت استيميت زي ما قبل كده كنا قلنا اكس بار كده لو حسبتها يبقى بوينت استيميت انت جبت ايه رقم بس لكن لو انت عايز تقول بقى ان هي من كذا لكذا اوكي ماشي تجيب انترفال استيميت هو ده اللي احنا هنحاول نعمله. طيب فبنقول ايه بقى الانون بروبوشن بي اوكي هتكون مش قريبه من الزيرو او من الواحد لازم تكون ما تكونش قريبه من الزيرو او من الواحد عشان نستعمل الابروكسيميشن بتاعنا تمام. طيب اوكي وهنا عشان نجيب نسبة الناجحين ممكن نعمل ايه؟ ندي للي ناجح للسكسس واحد وللفيل زيرو ونجمعهم لو جمعنا الداتا كلها اوكي؟ ليه؟ لانك لو جمعت
الداتا كلها انت بتجمع واحد يا زيرو، فتجيب في الاخر عدد الناجحين اوكي وتقسم على الان. طيب يبقى انت هنا عندك الراندوم فاريبل اللي انت بتحسبه هو ايه؟ يعني هنا كل اكس عندك هتبقى ايه؟ وهكذا اوكي. انت دلوقتي لما تيجي عايز تجيب بوينت استيميت بتشوف ايه بقى؟ كانك بتشوف سميشن الاكس على الان، صح كده؟ طيب الفكره في ايه بقى؟ ان لو الان دي زادت مش الديستريبيوشن ده اقدر اقول عليه نورمال ديستريبيوشن؟ مش احنا خدنا كده ان لو الان زادت الديستريبيوشن ده اقدر اقول عليه نورمال ديستريبيوشن، صح كده؟ طيب عندك المين بتاعه هيبقى عباره عن ايه؟ ها هو الاكسبكتد فاليو بتاع الاكس على الان دي، تمام؟ اللي هو هيطلع مين؟ البي الاصلي، تمام؟ مش الاكسبكتد فاليو بتاع اكس على الان، الاكسبكتد فاليو بتاع الاكس اللي هو يبقى كام؟ ها ان في، صح ولا لا؟ على الان يطلع بي، ماشي؟ فالراندوم فاريبل هنا عندنا المين بتاعه كام؟ بي. طيب الفارينس بتاعه مش هو يبقى الفارينس بتاع اكس الاصلي على ان؟ الفارينس بتاع البي هات ده هيبقى الفارينس بتاع الاكس ها على الان، صح كده؟ اللي هو ان بي كيو ها على الان سكوير، مظبوط كده؟ فيبقى بي كيو على الان، واضح كده يا شباب؟ ما انت عايز دلوقتي الفارينس بتاع البي هات، يعني البي هات ده اللي هو سمشن الاكس على الان، ماشي؟ طيب عايزين نجيب الفارينس بتاعه، ماشي؟ مش الفارينس بتاعه ده هيبقى هو الفارينس بتاع الاكس على الان، ماشي؟ طيب الفارينس بتاع الاكس كان كام اصلا؟ ان بي كيو، لان احنا كانك عندك نورمال ديستريبيوشن، تمام؟ طيب وانت هنا بتجيب الفارينس بتاع اكس على الان، فالفارينس بتاعه هتقسم على الان سكوير بدل ما بتقسم على الان. مش انت لو انت عندك راندوم فاريبل هو اكس على الان، الفارينس بتاع الواي ده هيبقى كام؟ هو الفارينس بتاع الاكس وتقسم على الان سكوير، صح كده؟ طيب يبقى الفارينس بتاع البي هات، البي هات ده اللي هو اكس على الان، هيبقى هو الفارينس بتاع الاكس اللي هو ان بي كيو على ان سكوير، ماشي؟ طيب اللي هو بي كيو على الان. يبقى انا وصلت ان المين بتاع البي هات بكام؟ ببي، والفالنس بتاعه بي كيو على الان، تمام؟ وده ليه نورمال ديستريبيوشن. طالما هو ليه نورمال ديستريبيوشن يبقى عشان احوله لستاندرد نورمال هعمل ايه؟ واقسم على السيجما. السيجما بتاعته اللي هي كانت كام بقى؟ بي كيو على الان. اوكي؟ طيب وبالتالي هتقدر تقول احنا عارفين بروبابيلتي الذات من ناقص ذات الفا على 2، ذات الفا على 2 بكام؟ بواحد ناقص الفا. طيب هتشيل الذات ده بقى وتحط الراندوم فاريبل اللي عندك اللي هو البي هات ماينس المين اللي هو البي، وتقسم على السيجما. السيجما اللي هي كام؟ بي كيو على الان، ما هي كيو اللي هي واحد ناقص بي. اوكي؟ ها عندك سؤال؟ طيب هقولها تاني. بصوا يا شباب امسح خالص ونبتدي من اولها. دلوقتي لو انت مثلا عندك لو انت عندك مثلا ايه الجريتس كانت كام؟ نخلي التوتال الفول مارك من 100
50 70 80 40 60 20 مثلا 30. اوكي لو احنا هنا بنجيب نسبه الناجحين تمام، لو الدرجه من 100 هنعتبر النجاح من 50. اوكي فهنقول ايه بقى؟ 50 ده هنعتبره ان هو سكسس، 70 ده هنعتبره ان هو ها زيرو. تمام البروبوشن هنا بقى دول كام؟ 2 3 4 5 6 7 هم 7. الان سمول بكام؟ ب 7. تمام الاكس هنا بقى انا هصم ايه الفاليوز اللي احنا عملناها دي. اوكي طيب السمشن بتاعها بقى هيبقى كام؟ 4. يبقى كبوينت استيميت البي هات دي بكام؟ 4 7. ده نسبه ايه؟ الناجحين. تمام طيب انت دلوقتي لما انت عندك ان ب 7 تمام وبتشوف كل واحد يا سكسس يا فيل، مش ده يعتبر باينوميال ديستريبيوشن؟ صح ولا لا؟ مش انا كده انا واخد ان ب 7 وبشوف كل واحد يا سكسس يا فيل، يبقى ده عباره عن ايه؟ باينوميال ديستريبيوشن. تمام طيب المين بتاع الباينوميال كان كام؟ ان في بي، والفارينس بتاعه كام؟ ان بي كيو. صح كده؟ طيب يعني المين اوف الباينوميال اهو نكتبها كان ان بي اوف باينوميال ايه راندوم فاريبل، والفارينس اللي هو سيجما سكوير ده كان بتساوي ان في بي في كيو. اوكي طيب احنا دلوقتي بقى عايزين الراندوم فاريبل اللي هو بيعبر عن نسبه الناجحين. ماشي نسبه الناجحين دي جبناها ازاي؟ عملنا سمشن للاكس اي وقسمنا على مين؟ على ال. تمام طيب بالسمشن الاكس اي ده اقدر اقول ان هي ايه؟ لما انت جيت جمعت هو المين اصلا انت بتعمل ايه؟ ايوه جمعت وقسمت على العدد. تمام طيب فاحنا لما جمعنا كان ان هي عباره عن ايه؟ هي الان في البيات. صح ولا لا؟ ماشي اوكي طيب ان بي هات. اوكي احنا لما عملنا سمشن للاكس اي ده اقدر اقول ان هي ان بي هات. واضح كده يا شباب؟ اوكي ماشي فهنا اهو بنقول لك ابوينت استيميت اوف بروبوشن بي. تمام في باينوميال اكسبيرمنت هقدر اجيبه بالستاتستكس اكس على ان، ده اللي احنا قلناه. اكس ده بيمثل النمبر اوف سكسسز، يعني هنا اكس عملي جمع عدد السكسسز. اوكي طيب وبالتالي البي هات هتساوي اكس على ان. اوكي على فكره اكس دي هي مش سمشن اكس اي، ممكن اقول عليها اكس في الباينوميال ديستريبيوشن، مش احنا بنقول في الباينوميال ديستريبيوشن هو عدد السكسس اصلا صح؟ فالمفروض ان انا ايه يعني اكس اي اللي انا قصدت ان انا قلت لك جمعناها هنا كان هي الاكس اللي احنا كنا بنتكلم عنها، فهنا مش محتاجين نجمع ده، يعني ايه ده نقول سمشن السكسس. اوكي وبالتالي بقى بدل ما نعملها سمشن اكس اي خلينا احنا عملناها سمشن السكسس، يبقى نقول على طول ان المين بقى بتاع الاكس ده هو اللي ان بي هات، يعني الاكس بيعبر عن عدد السكسس اللي هو سمشن بتاع دول. اوكي ده المين بتاعه كام؟ ان بي هات. طب والفارينس بتاع ده ان بي كيو، هو على فكره ده ان بي بس لان ده كايه كراندوم فاريبل مش كسامبل، يعني ده كراندوم فاريبل هيبقى المين بتاعه ان بي والفالنس بتاعه يبقى كام؟ ان بي كيو. اوكي طيب انا عايز بقى دلوقتي البي بتاعي احنا حسبناه ازاي؟
مش احنا قلتنا اكس على ال ان؟ ها؟ يعني ده كستاتستيك عملنا ايه؟ عملنا الاكس على ال ان ماشي؟ اكس ده اللي احنا عملنا جبنا مجموع الناجحين اللي هو كراندوم فاريبل انت كنت بتقول ان هو باينوميال، يبقى انت كانك مسكت الراندوم فاريبل اكس وعملت ايه؟ قسمته على ال ان. لا هو انا هنا ما ضربتوش في ال، انا بقول المين والفارينس بتوعه. ده المين والفارينس بتوعه، اوكي؟ طيب يبقى الراندوم فاريبل بي يعني بي ده ها هو عباره عن اكس على ال ان، صح كده؟ ماشي؟ يعني انت في الاول كنت بتجيب عدد الناجحين. دلوقتي انت بتجيب عدد الناجحين وتقسم على ان، يعني انت الراندوم فاريبل بتاعك يا توبك انت بتقسم على ان بس عن قبل كده. وبالتالي المين بتاع البي ده هيساوي كام؟ واحد على ال ان في المين بتاع الاكس. مظبوط؟ ها؟ طيب المين بتاع الاكس كان كام؟ ان بي، فيطلع هو البي. ماشي؟ طيب الفارينس بتاع البي هيطلع كام؟ مش هو واحد على ان سكوير في الفارينس بتاع الاكس؟ طيب يبقى واحد على ان سكوير الفارينس بتاع الاكس فيطلع بي كيو على ال. تمام؟ نقولها تاني. انت دلوقتي لو انت عندك جريس بالشكل ده، تمام؟ وحددت مين السكسس ومين الفيل. انت في الباينوميال ديستريبيوشن كنت بتشوف عدد السكسس، تمام؟ فكان هنا لو انا عندي بالشكل ده الاكس اللي هو عدد السكسس كان بيبقى كام؟ 4. الان سمول بكام؟ ب7. البي هات اللي هو بوينت استيميت للبروبوشن هتقول الاكس على الان اللي هي 4 على 7. نعم؟ ايه الفرق بقى؟ ان انت كده جبت بوينت استيميت بس. ماشي؟ لو واحد تاني عمل سامبل تانية هيطلع كام؟ مثلا 3 على 7، 5 على 7. تمام؟ فده كده راندوم فاريبل، يعني البي هنا البي ده راندوم فاريبل. لا 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 هنا البي هات الفاليو اوف الايه الاستاتستيك ده اللي هي البي. ايوه ده الفاليو اللي جت على نتيجه السامبل، على نتيجه دي. لكن دي راندوم فاريبل، المين بتاعها هيبقى هو مين؟ ها؟ هيبقى المين بتاع الايه؟ الفاريبل ده؟ اكس على ال. يعني هي الفكره في ايه يا شباب؟ انت هنا خدت سامبل طلعت كام؟ لما حسبت البي هي طلعت 4 على 7، واحد تاني هياخد سامبل هيطلع كام؟ 3 على 7، واحد تاني هيطلع 5 على 7، وهكذا، تمام؟ ده كده راندوم فاريبل، طالما كل شويه بياخد قيمه. طالما هو راندوم فاريبل هيبقى ليه مين وفارينس، احنا بنحاول نجيب المين والفارينس بتوعه. فهنجيب المين والفارينس بتوعه ازاي؟ ربطناه بفاريبل احنا عارفينه اللي هو الاكس، وهو بقى اكس على ال. واضح؟ عايز انت تجيب المين بتاع البي، المين بتاع البي هيبقى هو عباره عن ايه؟ نعم؟ الاكس الاكس ده، ما انت خلي بالك من حاجه، البي هي اكس على ال، انت عايز تجيب لها ايه؟ المين بتاعتها. اوكي؟ ما هو ال ده كانه كونستانت هنا، يبقى كانك بتجيب المين بتاع الاكس. الميو بتاعت البي، لا البي هات ده كده نقدر نقول ان هو بوينت استيميت. مش كده الاسامي يعني بس هنا تبقى دي كابيتال. لو انت عايز تعمل كده يبقى دي اسمها بي كابيتال، بي كابيتال مثلا، ماشي سميها بي كابيتال، ودي سميها بي سمول على اساس ان دي فاليو. انهي بي؟ لا دي بتاعت البوبليشن بتاعت الاكس نفسها. اللي هي الايه؟ البروبابيلتي اوف سكسس. اوكي؟ طيب لكن هنا اقدر اقول ان هي دي البي كابيتال مثلا، يعني خلي دي البي كابيتال اللي هي بتاعت الايه؟ الاستاتستيك. اوكي؟ طيب وبالتالي اهو هنسمي الراندوم فاريبل اللي هو الاستاتستيك ده بي هات، بس بي كابيتال، يعني بي كابيتال هات هنا هو الراندوم فاريبل، لكن بي سمول هو ايه؟ اللي هي بتاعت البوبليشن.
وبي سمول هات اللي هي بتاعت مين؟ الاستاتستيك. واضح؟ يعني بي سمول هات هي الأربعة السبعة. اوكي؟ اللي هي كانت من السامبل دي، من سامبل تانية تبقى 3 على 7، سامبل تانية 5 على 7، تمام؟ البي كابيتال هات اللي هي إيه؟ بتاعت الاستاتستيك. اوكي؟ ده عايزين نجيب لها بقى إيه؟ المين بتاعتها. تعالى نسميها بي مين بتاع بي كابيتال هات. وهنا الفارينس بتاع البي كابيتال هات، اوكي؟ فهيطلع المين بتاع البي كابيتال هات هو الايه؟ المين بتاع البوبليشن اصلي. الفارينس هيطلع بي كيو على ان. اوكي؟ طيب بما ان ده ليه نورمال ديستريبيوشن، لان انا هاخد الان كبيره فده يبقى ليه نورمال ديستريبيوشن، فاقدر احوله لستاندرد ازاي؟ هطرح المين، ماشي؟ احنا هو هنا طرح المين بتاع الاكس كابيتال اللي هو الان بي، وقسم على الفارينس بتاع الاكس ستاندرد ديفيشن بتاع الاكس كابيتال. او ممكن بقى هنحول الكلام ده للبي هات. اوكي؟ لو قسمت على الان هتحولها للبي هات، يبقى بي هات ناقص بي على روت بي في كيو على ان سمول، قسم فوق وتحت على ان فطلعت بتاعت البي هات. يعني انت ممكن ايه في الجزء بتاعنا كنا هنشيل دي ونركز على الحته دي بس، الاستاتستكس بتاعنا اللي هو بي هات كابيتال. اوكي؟ المين بتاعه بي سمول اللي هو بتاع البوبليشن، والسيجما بتاعته او الفالنس بتاعه بي كيو على ان سمول، يبقى الستاندرد ديفيشن بي كيو على ان سمول. واضح؟ طيب فبالتالي هنقول البروبابيلتي ان الزت من ماينس زت الفا على 2 زت الفا على 2 1 ناقص الفا. هنشيل الزت ونكتبها ايه؟ بي هات ناقص بي على روت بي كيو على ان. اوكي؟ نفس الطريقه بقى هتضرب في الفاليو دي اهي هنا وهنا، وهنطرح بي كابيتال هات ونضرب نكتف عشان نجيب البي سمول. اوكي؟ اللي هي بي سمول اللي هي زي كانت الميو قبل كده. وبالتالي هيبقى ده ايه؟ الكونفيدنس انترفال بتاعتها. اوكي؟ خلي بالك ده البي هات ببساطه، ده روت مين؟ بي هات كيو هات على ان. اللي هو كانك جبت الفاريانس بتاع الاكس وقسمته على ان سكوير. وهنا احنا كان جوه روت البي بس ما كانش فيها. وصلت ازاي دي من السطر الثالث والرابع؟ في حاجه من هنا لهنا بس ايه اللي حصل؟ ايه الفكره؟ المفروض انها تبقى بي، بس انت اصلا بتدور على كونفيدنس انترفال للبي، فكابروكسيميشن بنعمل ايه بقى؟ بدل ما احسب البي احسب البوينت استيميت بتاعتها. يعني انا اصلا عايز اقول ان البي من فاليو لفاليو وانا مش معايا البي. اوكي؟ فبالتالي هعمل ايه؟ هجيب بوينت استيميت ليها، يعني بدل البي دي هكتبها بي كابيتال. هنا خدها يلا 4 على 7. البوينت استيميت ليها بالظبط. بالظبط زي قبل كده كنا بنعمل اكس بار. ايوه ونستميت البوبليشن. فهي المفروض هنا بي سمول اللي هي من غير هات اللي هي بتاعت البوبليشن. بس عشان مش عندنا فكابروكسيميشن اللي هي بنحطها البي هات. ها؟ اللي هي الاستيميت يعني اللي هي بتاعت السامبل. صح. تقصدي من السطر ده ابروكسيميشن عشان خاطر نقدر نجيب كونفيدنس انترفال للبي، لان من الايكويشن دي او من الانيكواليتي مش هنقدر نطلع البي لوحدها. يعني انا بقى يعني المفترض ان البي هات قريبه جدا من البي. هي المفروض ان ده استيميت، البي هات دي كانت استيميت، كانت بوينت استيميت. اوكي؟ فاقدر ان انا استعوض اعوض عن البي بالبي هات كاستيميت لكن مش كاكزاكت فاليو. طب ليه عملنا كده؟ ان احنا ما عندناش البي اصلا. ما نقدرش يبقى عندنا البي، ولو احنا عندنا البي بالفعل يبقى مش محتاجين استيميت ليها. وبالتالي هنوصل ايه؟ للرول ده. اوكي؟ احنا هنستعمل ده على طول، مش يعني مش هنعمل الاثبات ده يعني. مش لا. اوكي؟
وبالتالي البي بقى هيبقى من بي هات في ماينس ذات الفا على 2 فروت بي هات 1 ناقص بي هات على ان وبي هات زائد ذات الفا على 2 روت بي هات في 1 ناقص بي هات على ان. تمام؟ طيب ده متهيألي برضو ده تقدر تحفظه بسهوله. تقدر لو انت بصيت على المين والفارينس بتوع النورم الباينوميال تقدر تجيبهم. ليه؟ مش احنا قلنا ان البي هنا البروبوشن انت هتقسم اكس على الان. تمام؟ فانا هنا مدي لك المين والفارينس بتوع الباينوميال تقدر تجيب دول ولا لا؟ يعني انت تعملها ازاي في حاله الباينوميال؟ انا هبقى مديك المين اللي هي ان بي اوكي والفارينس اللي هي ان بي كيو ماشي. فانت هتقول لي بقى المين بتاع البي هات اقسم على الان هتبقى كام؟ بي. طيب الفارينس بتاع البي هات هتبقى كام؟ اوكي البي اللي هي نفسها ايه بس هتعملها بقى هنا هات صح كده. ومنها تقدر تكتب القانون ده على طول يبقى البي اكبر واقل. اكبر من مين؟ ها هنا بي هات بدل البي خليها بي هات وهنا بي هات يعني انت ما عندكش البي انت عندك الاستمت ماشي. ماينس ذات الفا على 2 بلس ذات الفا على 2 ماشي. في كام بقى في الستاندرد ديفيشن اللي هو يبقى كام روت الكلام ده؟ اللي هو ما هو ده الستاندرد ديفيشن بس بتاع مين؟ بتاع ده؟ ايوه اه اللي هو ده؟ ما هو لا اللي انا هبقى مديهولك ده. اه فانت تقدر منه تجيب ده. فاهم قصدي؟ اه بالظبط. نعم. ما هو المين بتاع البي هات هكتبها انا كاستمت بي هات. هو المين بتاعها فعلا المين اصلا بتاعها هو بي على فكره مش بي هات بس انا كاستمت لا لا انت مش فاهمه قصدي هنا ودي برضو اللي هي بي كيو على ال لا لا انا قصدي اقول لك ان انا مش محتاج اديك القانون ده انت تقدر تفتكره من بتاعه الباينوميال. يعني انا هبقى مديك الباينوميال ان المين بتاعه كام؟ ان بي والفارينس بتاعه كام؟ ان بي كيو. تمام؟ فانا هنا هعرف ان بدل ان بي هكتبها ايه؟ بي هات. وبدل ما هكتب روت ان بي كيو هكتبها ايه؟ بي هات في 1 ناقص بي هات على ان. يعني انا عايز اقول لك القانون ده انت تقدر تحفظه يعني اه تبقى تستنتجه اه فحفظه بالصعب يعني اوكي. بالظبط انا لو انا عارفها يبقى ملهاش معنى ان اجيبها هنا برضو ده احنا بنجيب استيميت ليها انها من كذا كذا. دي برضو معناتها ايه الكونفيدنس انترفال دي ان انت لو عملت كل السامبلز الممكنه ماشي لو انت بتتكلم على 95% كونفيدنس ليفل يبقى 95% من السامبلز هيحتوى على البي الصح و5% لا ماشي. اتفضل. معنى السيجما بتاعت ايه السيجما؟ لا تقصد ثانية واحدة بس معلش تقصد ايه السيجما بتاعت البوبليشن؟ ما هي السيجما بتاعتها هي بي في كيو على ان بس مش معايا بي وكيو. ما هو لا احنا كنا قبل كده ساعات سالنا اسئله بتديني السيجما صح؟ ولما حضرتك قلت ما خدناش السيجما هنستخدم تي ديستريبيوشن. ده احنا كنا بنعمل ايه؟ الكونفيدنس انترفال على المين؟ هنا بعمل كونفيدنس انترفال على البروبوشن. هي الفكره ان البروبوشن كانت ليها علاقه وثيقه بالباينوميال. الفكره ان البروبوشن انت بتجيبها ازاي؟ انت بتشوف من السامبل بتاعتك كم واحد نجح وتقسم على الان. فعشان كده هي ليها علاقه وثيقه بالايه بالباينوميال ديستريبيوشن. فعشان كده طلعت السيجما هنا زي السيجما بتاعت مين الباينوميال بس الفرق ان احنا قسمنا على الان. ليه قسمنا على الان؟
عشان البروبوشن هي الاكس على الان. فاهم؟ يعني انت البروبوشن بتجيبها ازاي؟ انت بتاخد سامبل زي مثلا انتوا عددكم مثلا 20 الدفعه الكليه مثلا 200 تمام؟ وهشوف كم واحد فيكم نجح. وليكن مثلا 16 يبقى انت البروبوشن كام؟ 80. انت بتشوف 16 مش انت كده كانك بتعمل باينوميال ديستريبيوشن؟ يعني انت بتشوف كم واحد نجح من العدد. اوكي؟ فده كان ليه مين كام؟ ان في بي. وكان ليه فارينس كام؟ ان في في كيو. طيب انت دلوقتي عرفت راندوم فاريبل ليه علاقه بالراندوم فاريبل اللي هو بتاع الباينوميال. يعني الراندوم فاريبل بتاع الباينوميال كان عباره عن ايه؟ عدد السكسس. الراندوم فاريبل الجديد اللي انت عرفته كان عباره عن ايه؟ نسبه السكسس. فهو راندوم فاريبل الاصلي على الان، فالمين بتاعه هيبقى كام؟ المين بتاع راندوم فاريبل الاصلي على الان، فهو ان بي على الان اللي هو بي. اوكي؟ طيب والفارينس بتاعه بدل ما هو ان بي على كيو ان بي في كيو هيبقى ان بي في كيو على ان سكوير، فبقى بي كيو على ان. ليه نورمال ديستريبيوشن؟ عشان انت واخد، هقول لك على حاجه. فاكر ساعه ما كانت الان كبيره في الباينوميال مش كنا قلنا ان ممكن نقربها بنورمال ديستريبيوشن؟ مش احنا خدنا النورمال ابروكسيميشن للباينوميال، قلنا لما الان تكبر ممكن بدل ما استعمل الباينوميال ديستريبيوشن استعمل النورمال. فانا برضو هستعمل النورمال بس انا اقسم على الان. يعني بمعنى ايه؟ اللي انت عندك دلوقتي اكس ده ليه باينوميال ديستريبيوشن، او خليها اكس مش اكس بار. اوكي؟ بالبارامترز دي. لما الان تكبر او بالشرط تروح للانفينيتي قوي، يعني تكبر، يعني كل ما تكبر كل ما ايه النورمال ابروكسيميشن ده يبقى ايه ينفع. يبقى اقدر اقرب ده بايه؟ بنورمال بمين كام؟ ان بي. وفاريانس كام؟ تمام؟ طيب تعال نعرف بقى راندوم فاريبل تاني بدل الاكس، هخلي البي هو اكس على الان. فيبقى البي ده ليه ديستريبيوشن عباره عن ايه؟ ها؟ نورمال ديستريبيوشن بمين كام؟ وفاريانس كام؟ بي كيو على ان. اوكي؟ طيب لما نيجي بقى نجيب ايه الاستيميشن ليه؟ طالما هو ليه نورمال ديستريبيوشن كده، تمام؟ فطلع الاستيميشن ليه زي الاستيميشن بتاع الاكس بار لو تفتكر، بتاع المين يعني. تمام؟ يعني طلع الكونفتنس انترفال بتاعته شبه الكونفتنس انترفال بتاعت المين. تمام؟ اللي هي الكونفتنس انترفال بتاعت المين كانت ايه بقى؟ ها؟ مش هي اكس بار ماينس كام؟ وهنا؟ تمام؟ طب هنعمل ده زي ده، ما هو ده شبه ده. اوكي؟ نفس الفكرة. إن زي ما كان الإكس بار كان ليه نورمال ديستريبيوشن بالمين ميو والسيجما على روت إن ستاندرد ديفيشن، يعني كان الإكس بار لو تفتكر ساعتها، فاكر ساعة ما خدنا اللي هي السنترال ليميت سيريم، مش ده كان ليه نورمال ديستريبيوشن بمين كام؟ ميو وفارينس كام؟ سيجما سكوير على ان، مش ده كان ليه نورمال ديستريبيوشن ده كده؟ فعملنا الكونفيدنس انترفال بتاعته كده بتاعت المين. ها؟ طيب يبقى ده ليه النورمال ديستريبيوشن ده، فهعمل الكونفيدنس انترفال بتاع البي بقى تبقى ايه؟ ها؟ كام بقى؟ بي هات اللي هي بوينت استيميت. تمام؟ طيب ماينس كام؟ في روت الكلام ده، بس هعملها كلها استيمت زي ما هنا من عامل بعملها في الاخر استيمت. طيب وهنا كام؟ بس. طيب البي هنا بتاعت مين؟ البوبليشن بروبوشن، يعني البروبوشن بتاعت البوبليشن. طب ودي عباره عن ايه؟
البوينت استيميت اللي هي عباره عن ايه؟ السامبل بروبوشن. تمام؟ طيب البي ده بقى ده ستاتستيك ماشي؟ فالمفروض انت تديله اسم غير البي ده، يا اما الاسم اللي تديهوله يبقى اسمه بي كابيتال او بي كابيتال هات، لان ده بيعبر عن ايه؟ السامبل، لكن ده بيعبر عن البوبليشن. واضح؟ يعني الحته دي يعتبر باختصار الكلام اللي احنا قلناه في الجزئيه دي. اتفضل. تاني كده؟ في الايه؟ كونفتنس انترفل بتاعت المين يعني تقصد؟ سيجما على روت ان. دي سيجما سيجما. هقول لك ليه، هقول لك ليه. لان اصلا الاكس بار كان ليه نورمال ديستريبيوشن بمين كام؟ والفارينس بتاعه كان كام؟ فده السكوير روت بتاعتها. يعني ده الستاندرد ديفيشن بتاع مين؟ مش بتاع المين. المين اصلا ملوش ستاندرد ديفيشن. المين ده رقم فيكسد. فالمين بتاعه ميو والفارينس بتاعه زيرو. تمام؟ السيجما سكوير دي كانت بتاع الاكس اللي هو الراندوم فاريبل الاصلي. السيجما على روت ان هي الايه؟ الستاندرد ديفيشن بتاعت مين؟ الاكس بار. طيب تعالى نقارن الكلام ده بده. الاكس الراندوم فاريبل الاصلي المين بتاعه كام؟ والفارينس بتاعه؟ طيب بتاع البي هات المين بتاعه كام؟ والفارينس بتاعه؟ فلما جيت اخد سكوير روت خدت سكوير روت لده زي ما انت واخد سكوير روت لده مش للسيجما سكوير. واضح؟ واضح يا شباب؟ تاني الروت ده بقى سهل قوي، ده تقدر تحفظه بسهوله. مفيش حاجه. مش القوانين دي تقدر تحفظها بسهوله ولا فعلا صعبه عليكم كتير؟ انا حضرتك لو تكتبها لنا والله فوق الديستريبيوشن تبقى ازاي؟ طب اللي هي اللي هي طب تعال نشوف كده نفكر مع بعض. اللي هي الصعبه اللي هي بتاعت ايه؟ الفارينس والبروبوشن. طب بتاع المين بقى سهله ولا ايه؟ بتاع المين سهله. يعني لو جبت لك قوانين مش شرط برضه اجيبها لك، لو ما سالتكش فيها ممكن ما اجيبها لكش. لكن اجيب لك اللي هي بتاعت الفارينس وبتاعت البروبوشن. والمين بقى بكل حالتها خلاص سهله. ماشي. طيب هنا بيقول لك عندك راندوم سامبل فيها 85 اوكي 10 فيهم اوكي الفلاش بتاعهم ايه اكتر من السبيسيفيكيشن بتسمح بيها، يعني ايه مش محقق السبيسيفيكيشن اوكي زيرفور ابوينت استيميت للبروبوشن تمام بتاع اللي هو زايد عن الرفنس سبيسيفيكيشن، يعني هو مش محقق السبيسيفيكيشن عشان ازيد من الرفنس سبيسيفيكيشن اوكي. يبقى البوينت استيميت هتبقى كام؟ 10 على 85، يعني انت عندك سامبل 85 فيهم 10 مش محققين السبيسيفيكيشن، فكبوينت استيميت للبروبوشن للي مش محقق السبيسيفيكيشن هيبقى 10 على 85 اللي هو حسبها لك كده. طيب ماشي، عايزين 95% تو سايتد كونفتنس انترفال، فببساطه هقول البي هي ايه؟ اكبر من او يساوي بي هات ماينس زات الفا على 2 تمام؟ في ايه بقى؟ اللي هي السيجما بتاعته اللي هي روت بي هات كيو هات على ان كيو هات اللي هي واحد ناقص بي هات. وهنا نفس الكلام بس بدل الماينس بلس البي هات هتقول ان هي بوينت 12 واحد ناقص بي هات بوينت 88 على ان اللي هي 85 زاد الفا على الاثنين دي بقى اللي انت يعني تقريبا حفظتها لانها قرارات كتير 1.96 دي تمام. تحسبها يبقى البي ما بين كام لكام؟ من بوينت 05 لبوينت 19 تمام؟ لا مش كده مش كده. بص هي البي هات دي بوينت استيميت
بوينت استيميت بمعنى ايه؟ زي ما قلنا انت خدت السامبل الناس اللي قاعده دول مثلا 20 وشفت نسبه الناجحين 80%، فقلت كبوينت استيميت كمجرد استيميت تقدير للبوبليشن كلها نسبه الناجحين كام؟ 80%. ده البوينت استيميت. ثانيه واحده، اما الانترفال دي بقى معناتها ايه؟ ان انا بقول دي 95 في، يعني انا بنسبه ثقه بالثقه مستوى ثقه 95% انا بقول ان البروبوشن من كذا لكذا. بتاعت البوبليشن، البروبوشن ايه بتاعت البوبليشن، يعني معناها ان لو جبنا السامبلز المختلفه كلها 95% منهم هيحتووا على البروبوشن الصح، لكن البروبوشن الصح هو ايه ما نعرفوش. عليه بس اللي في المساله نفسها، يعني ان هو هنا اصلا عامل البيك هي الهيفين هو اللي مش عارف. ده انا قصدي عليه. مش شرط، ما احنا اتفقنا السكسس والفيل مش شرط حاجه حلوه وحاجه وحشه، يعني هي نسبه ونسبه. تاني ما هي اصلا بوينت، هي كل ما تكون بعيده عنهم كل ما الابروكسيميشن ده يبقى افضل. اوكي، لكن هي مش قريبه قوي لان هي بوينت 12. كل ما يكون بعيد عن صفر الواحد كل ما يكون الابروكسيميشن ده افضل يعني. اوكي، سهل الكلام ده كده؟ خلاص خلصنا. طيب تمام خلاص ماشي. انا ممكن برضو ابعت لكم الداتا ايه اللي هتبقى اجيبها لكم. بس مش هبعت لكم بقى التيبل، التيبل ده انا، انت بتعرف تستعمل الثلاثه تيبلز، هجيب لك الجزء اللي انت محتاجه وانت بتعرف تستعمل الثلاثه تيبلز. عمر واضح كده يا شباب؟ حد عنده اي سؤال؟ الامتحان هيبقى من اول المنهج لاخره كله طبعا. ممكن لك يعني ممكن يبقى في اجزاء كتير على اللي ما جاتش، بس الامتحان هيبقى من اوله لاخره من اول ما